من المدير العام بعطوب اخذ كامرتك واطردك من الشارع. وصدر الكاميرا. اي صدرها ياخذ عليه وياخذ ويطرد من الشارع بعد. الله اكبر. سب باقي المصورين راح يقول لك نفس الحكي. الله شاهد عليه. صادق. المصور السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ تعال تعال نامي تعال تعال. شو اخبارك؟ الله يخليك. شلون الصحة؟ الحمد لله. شلون امورك؟ الحمد شنو لله. شنو المعاناة اللي تعاني من عدتك كمصور اليوم؟ كمعاناة احنا ما نعاني، احنا بالعكس هنا 24 ساعة واقفين، بس هنا معاناتنا من ناخذ صورة بهذا الشارع الجديد، البلدية ما جات تقبل. ليش؟ ما يقبلون، يقول ممنوع الصور. مو انفتح وانفتح شغله بعده؟ مفتوح هو. زين. هسه مفتوح اوكي. من تريد تصور يقول لك ممنوع تاخذ كاميرتك هسه تعرف النمبر الا وتعرف الاضاءة عن طريق الكاميرا، ممنوع التصوير داخل الشارع. يابا شنو السبب؟ يعني شو ما يصير ممنوع. ممنوع ليش ممنوع؟ شنو السبب ممنوع؟ انت كل الشارع مثلا الناس قاعد يصورون، فقط هذا الشارع ممنوع تصور فيه؟ اي ممنوع. يقول لك ممنوع. مين منع هذا؟ البلديه. البلديه؟ ايه منعوكم؟ ايه قول للقرار. يعني مو بس اني. مو بس اني كمصور، مصورين هوايه. يقول لك ممنوع تصور هناك. بس القنوات الفضائيه تدخل تصور. ايش شيء طبيعي عادي، فقط المصورين. يقول لك ممنوع تصور داخل هذا الشارع. يعني هذا امر جايهم؟ ايه. يعني على حسب حكيهم يقول لك هذا امر من المدير العام ان ممنوع تصور هناك. انا جاي اتاذى فقط بهذا. هذا رزقنا، هذا رزقنا احنا. يقول لك ممنوع تصور. عفني اني سبق المصورين راح يقول لك نفس الحكي. كل المصورين. كل المصورين يعني اطلاقا أنا يعني. اطلب انا مستطرق شغال الكاميرا وياي ورد اصور انا وعائلتي ما يقبلون؟ لا انت كاميرا شخصيه مالتك انت. شخصيه مالتي. عادي. احنا مصورين بالشارع المتنبي ممنوع تصور داخل الشارع. لك حق تصور بهذا الشارع فقط. هذا هو. هذا الشارع وشارع اي هذا فقط. هذا لك، هذا لك بس. فقط الشارع الجديد ممنوع. ممنوع. مانعي. بالعكس المفروض حتى تعطون جماليه لي. ننقل صورة يا اخي. ننقل صورة حلوة. ننقل صورة للعالم. ننقل صورة حلوة للعالم حتى يجيك زائر يقول اي هذا الشارع مفتوح صحيح عن طريق منو؟ المصورين. الاعلاميين مو صحيح هذا الحكي المفروض الرحمن. هاي المفروض اي يقول لك تروح تحاكي يقول لك ممنوع هذا امر من المدير العام بعطوب اخذ كامرتك واطردك من الشارع وصدر الكاميرا اي صدرها ياخذ عليه وياخذ ويطرد من الشارع بعد الله اكبر اسال باقي المصورين راح يقول لك نفس الحكي الله شاهد عليه صادق يعني بس ها مشكلتكم تعانون من عندها انتم هنا اي هذا باب رزقنا يعني وين نروح؟ باب رزقنا هذا اذا اصور هنا واصور هناك المواطن يسال واحد من العالم جيت قل له ما اخذ هنا صوره شابع صور هنا خذ لي بهذا الشارع راح اقول لك ما اقدر اخذ لك لا ما يقبلون ياخذون الكاميرا يحجزون عليها هيك فخافنا من هذا الشيء ان شاء الله خير ان شاء الله صوتكم انتم كمصورين وهاي سبوبه عشكم شو تسوي يا خالد؟ هاي امر الله بعد الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله الحمد لله